أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. جرحى مدنيون بتجدد قصف ميليشيا أسد على جبل الزاوية جنوب أدلب. إدانات لقصف مشفى الشفاء بعفرين والخارجية الأمريكية تصفه بالوحشي. عشرات حالات التسمم في القامشلي وأصابع الاتهام تشير لنشاطات قسد العسكرية. بسبب النقص الحاد في المحروقات لبنان على أبواب كارثة صناعية وزراعية، وعمال لبنانيون يدعون للإضراب. لليوم الخامس على التوالي مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في تونس. أهلا بكم. جددت ميليشيا أسد قصفها على قرى وبلدات جبل الزاوية موقعة إصابات في صفوف المدنيين. وذكر مراسل أورينت أن عددا من الجرحى بينهم سيدة وطفلان أصيبوا بقصف للميليشيا على قرية مرعيان، وذلك بالتزامن مع استهداف محيط النقطة التركية بقصف صاروخي في بلدة الناجية غرب أدلب. للمزيد من التطورات في إدلب ينضم إلينا محمد الفيصل مراسل أورينت. أهلا بك محمد، كيف يبدو الوضع لديك في جنوب إدلب؟ نعم، من أحلام تواصل ميليشيا أسد الطائفية قصفها لقرى وبلدات ريف إدلب براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة من معسكراتها في ريف إدلب الجنوبي وريف حما الغربي. هذه القذائف تستهدف في معظم الأحيان منطقة جبل الزاوية التي يسكنها المدنيون. اليوم أصيبت امرأة وأطفالها بجروح جراء قصف ميليشيا الاحتلال الروسي بالقذائف المدفعية الثقيلة قرية مرعيان في جبل الزاوية جنوب إدلب، في حين أيضا استهدفت ميليشيا الاحتلال الروسي بالمدفعية الثقيلة قرية الناجية بريف إدلب الغربي، ولا يزال القصف مستمرا على مناطق جبل الزاوية. كيف ردت الفصائل محمد على هذا القصف؟ الفصائل بدورها استهدفت مواقع ميليشيا الطائفية المتمركزة في ريف إدلب الجنوبي، وقالت الفصائل بأنها استهدفت غرفة عمليات للاحتلال الروسي في بلدة معصران بريف إدلب الجنوبي بالصواريخ، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بين قوات الاحتلال الروسي، في حين أيضا أنها استهدفت غرفة عمليات أخرى لهذه الميليشيات أيضا في مدينة كفرنبل، الأمر الذي أدى إلى وقوع بين هذه الميليشيات، في حين انها تستمر بشكل مستمر ايضا بقصف مواقع ميليشيا اسد الطائفيه في ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الغربي وفي غيرها من هذه المناطق. طبعا الطيران الحربي يحل بشكل مستمر في اجواء محافظه ادلب، وينفذ ضربات جويه على مختلف المناطق. خلال 48 ساعه نفذ ما يقارب 12 ضربه جويه. شكرا جزيلا لك محمد الفيصل مراسل اورينت، كنت معنا عبر الهاتف من ادلب. توفي الشاب أحمد الرحيل من طلاب الشهادة الثانوية في إدلب، وذلك نتيجة أزمة قلبية طارئة في أعقاب امتحان مادة الرياضيات. وذكرت مصادر محلية أن الشاب من أبناء بلدة جرجناز تعرض للانهيار نتيجة صعوبة الأسئلة قبل أن يتعرض لأزمة قلبية أدت لوفاته. وذكر الدفاع المدني أنه قدم الإسعافات لعدد من الطلاب الذين تعرضوا لحالات إغماء بسبب صعوبة الامتحان على حد قولهم. أدانت لجنة الإنقاذ الدولية قصف مدينة عفرين شمال حلب فيما وصفت الخارجية الأمريكية استهداف المشفى وإخراجه عن الخدمة، وصفته بالوحشي دون تحديد الجهة التي قصفت المدينة. وكانت ميليشيا قسد الإرهابية قصفت مدينة عفرين وارتكبت مجزرة مروعة بحق المدنيين، بالإضافة لمقتل وإصابة عدد من الكوادر الطبية والإنسانية، وأخرجت مشفى المدينة عن الخدمة بشكل كامل. كشفت مصادر محلية لأورينت عن انتشار كبير لحالات التسمم في مدينة القامشلي شمال الحسكة، وذلك نتيجة تلوث مياه الشرب. وأكد المصدر أن سبب التلوث يتعلق بالأعمال العسكرية التي تقوم بها ميليشيا قسد، مشيرا إلى أن أكثر الفئات تضررا هم الأطفال،
وقد نقل عدد منهم إلى المشافي بسبب تدهور صحتهم. إلى لبنان، حيث حذر النائب ميشيل ظاهر من كارثة صناعية وزراعية في لبنان إذا لم تحل أزمة الوقود، مؤكدا أن المصانع ستضطر للإقفال بسبب عدم حصولها على الوقود منذ أسبوع. من جهته أشار رئيس تجمع الفلاحين في البقاع إبراهيم ترشيشي أشار إلى تعذر ري المزروعات بسبب انعدام الوقود، ما يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي. وفي السياق، دعا اتحاد نقابات عمال شمال لبنان لتنفيذ اضراب عام في لبنان يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب تفاقم البطالة وتخفيض الرواتب وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. جاءت الدعوة في وقت أقفلت فيه معظم الصيدليات وأيضا المستودعات الطبية أقفلت أبوابها بعد أن أصبحت خالية، وذلك بسبب النقص الكبير في إمدادات الأدوية وحليب الأطفال. عبر الهاتف ينضم إلينا توني بولوس مراسل أورينت معنا من بيروت. أهلا بك توني، كيف يبدو الوضع في لبنان في ظل هذه الأزمات التي يعاني منها؟ يعني أحلام، كما وصفتي المشهد يعني فعلا مزري لناحية انقطاع الموارد النفطية وحتى الموارد الطبية لدى الصيدليات التي أقفلت بجزء كبير منها، وحتى أن بعض الصيدليات التي لا تزال تفتح أبوابها تعاني من نقص شديد، وهي لا تستطيع أن تؤمن حاجة المواطنين من المواد الأولية أو من الأدوية المطلوبة. لذلك هناك أزمة حقيقية، وانطلاقا من هذه الأزمة هناك أضراب عام لمعظم الإدارات الرسمية، سيكون الجمعة والخميس والجمعة المقبل، يعني كرسالة تحذيرية رسالة تحذيرية للحكومة لمعالجة هذه الأزمات بشكل سريع جدا، والا الادارات الرسميه سوف تقفل نهائيا ابتداء من الاسبوعين المقبلين اذا لم يتم الاستجابه الى مطالبهم، وبالتالي شلل كام في كل القطاعات الرسميه اللبنانيه لينضم الى سلسله الشلل في القطاعات الاخرى على مستوى القطاع الخاص، سواء في المحطات النفطيه او حتى الادويه او حتى يعني القطاع التعليمي. طيب ما هي الوعود التي قدمتها الحكومه، وخصوصا انه كان هنالك تصريحات رسميه توني تقول بانه ازمه الوقود هي ازمه مؤقته وخلال الاسبوعين القادمين يعني سيتزود لبنان بالوقود؟ يعني طالما ان هناك تهريب عبر الحدود اللبنانيه السوريه، طالما ان الازمه سوف تبقى مستمره، كون الاستيراد انخفض من الخارج ولم يعد بالوتيره التي كانت فيها سابقا، وبالتالي يعني الكمية التي تستوردها الشركات النفطية اليوم لم تعد تكفي بحد الأدنى السوق اللبناني، وبالتالي إذا لم يكن هناك من حلول جذرية على الحدود اللبنانية السورية، وهذا أمر مستبعد حاليا نظرا لتواجد ميليشيات حزب الله على الحدود، فأن الأزمة مرشحة للاستمرار بالرغم من المعالجات الطفيفة المؤقتة التي لا تستمر أكثر من يومين إلى ثلاثة مع إدخال أو عندما يتم تفريغ إحدى حمولة الشحن البواخر التي تصل إلى الميناء في بيروت، ولكن هذا الأمل على هذه المعالجات على المدى الطويل حتى الساعة ليس لديها أي شيء واضح، والأزمة لا تزال. طيب إذا دعوات إضراب عام في لبنان توني من قبل نقابات العمال، كيف يتداول الشارع اللبناني هذه الدعوات، وهل هو فعلا جاهز اليوم في ظل كل هذه الأزمات لتنفيذ إضراب عام؟ يعني الإضراب العام بات الخيار الوحيد المتاح أمام الشارع اللبناني وأمام الرأي العام اللبناني، لم يعد هناك خيارات أخرى. الحكومة الحالية وهي مستقيلة تحاول التملص من المسؤوليات تجاه المواطنين باعتبار أنها مستقيلة، كما أن الحكومة التي يعني يسعى الرئيس الحريري لتشكيلها أيضا تعاني، وهناك مأزق كبير سياسي، وبالتالي المواطن حائر بين حكومة ينتظر تشكيلها وبين حكومة مستقيلة، والجميع يتنصل من المسؤوليات، فلذلك الخيار الوحيد أمام المواطنين إيقاف القطاع العام والقطاع الخاص بشكل كامل، ربما يكون ضغطا إضافيا لإيجاد حل من المشكلة، إما الحكومة المستقيلة تفعل عملها من جديد أو يكون هناك حث ودفع باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة. شكرا جزيلا لك توني بولوس مراسل أورينت، كنت معنا من بيروت عبر الهاتف.
تعرض معسكر للقوات الأمريكية في العراق لهجوم بطائرة مسيرة ملغمة قرب مطار بغداد الدولي، وذكرت مصادر أمنية عراقية أن الهجوم استهدف قاعدة فيكتوريا العسكرية التي تضم قوات أمريكية دون الإفصاح عن حجم الأضرار أو الخسائر. وفي تونس، ولليوم الخامس على التوالي تشهد العاصمة التونسية احتجاجات تخللها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. تأتي هذه الاحتجاجات إثر وفاة شاب كان محتجزا في أحد مراكز الشرطة واعتداء بعض أفراد الأمن على طفل وتعذيبه أثناء إيقافه. المزيد من الأخبار دائما على منصات أورينت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على الموقع الإلكتروني orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.